اختلفت السبل والتغيير واحد، رغم أن عملية باي باس أصبحت متوفرة بشكل كبير جدا. ربما الكثير من الناس ما يعرفون أن 20% من الناس اللي يسوون هالعملية يرجع لهم الوزن بعد 10 سنين من إجراء العملية، ولكن البعض ما يعرفون أن صار من الآن صار من ممكن أنه يضيقوا باب المعدة من جديد بدون أي جراح. صحيح، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور طارق صالح، استشاري جهاز هضمي. يا هلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا. يعني لما نقول باي باس، قص معدة، ربط معدة، تغيير مسار، في ناس كثير ما تعرف المسمى السليم، بس أنا اللي أعرف أن تغيير مسار. صح. قصدك باي باس يعني تحويل مسار. صحيح. تخلي الأكل يمرق بجيب صغيرة المعدة، بتحول دغري على النصران. نعرف تقريبا أنه أكترية الناس بعد ما بيعملوا باي باس، فينا نقول 90% منهم رح ينزل وزنهم أول سنة سنتين. بعد سنة سنتين بيرجع الأحساس الجوع، عندهم استعداد يرجع يزيد وزنهم شوي شوي. صحيح. بعد 10 سنين بيرجع بيزيدوا تقريبا 30% من الوزن اللي خسروا. صحيح. عنا تقريبا ربع منهم، 25% منهم بيرجع بعد 10 سنين بيرجع وزنهم مثل ما هو. بيزيد عن جديد، وبيزيد أكثر من مثل المكان بأساس، كأنه ما عملوا شيء. هذا بسبب إنه المعدة بترجع توسع مرة تانية. مزبوط. عنا 5 أسباب. أول سبب إنه الجيبة المعدة ترجع بتتوسع، عشان بنرجع بناكل كتير من الشرع. زي ما هو في الفيديو هنا قدامنا. صح. هيدي بالأساس بس نعمل التحويل مسار، في عنا فتحة صغيرة، هيدي الفتحة بترجع بتتوسع، هون من ضيقة، هلا مفرجيكم كيف نصير. ونضيق الفتحة لنخلي الإنسان يأكل كمية قليلة. طب ما هترجع تفتح مرة ثانية؟ مع الوقت عنده استعداد ترجع تتوسع. وأنا قاعد كل مرة كمان ممكن نرجع نعملها، بس بدنا نشتغل إنه كيف نمنع حالنا نرجع نزيد وزن عن جديد. نرجع نزغل جيبة المعدة كمان، مش بس الفتحة، جيبة المعدة كمان تتسكر تتضيق. طب هذه كعملية أنت ذكرت أسباب إنه ممكن ترجع. إيه، سببها جيبة بتتوسع، الفتحة المعدة بلا ما تكون سنتيم ترجع مع الوقت تتوسع، تصير 3-4-5 سنتيم. ما بناكل مزبوط، ناكل سكريات كتير، بنلقمش كل النهار، ما بنعمل رياضة. وممكن كمان ترجع الفتحة بين المعدة، جيبة المعدة والمعدة الخلانية على جنب، يصير في فتح بيناتهم، بصير الأكلات بينزلوا على المعدة العادي كأنه ما عملنا شيء. هون بعد العملية بنشوف إنه بنرجع على فتحة صغيرة كتير، بيرجع كمية قليلة بتنزل على هذا زيرو مانث. هذا أول هيدي أول شهر بيرجع شوي، بعد شهر كذا تصير ترجع بتتوسع، ترجع بتتوسع، رجع الموضوع زي ما كان، وكبر الجيب صار قد المعدة. مزبوط. وبصير في بس ناكل، بنرجع بناكل تقريبا نفس الأكل كنا ناكله قبل. طب المعدة مستثناة في طول الوقت هذا، ما تشتغل في أي شيء، ما تسوي شيء؟ بلا، في إفرازات بدلها تفرز مادات لتقدر تهضم الأكلات، ما في. بس أنا أعرف إنه خلينا نقول صاحب عملية الباي باس عايش على الفيتامينز، يعني بشوف معاه كمية فيتامينات بشكل بينقص الحديد، بينقص الفيتامين بي 12، فيتامين بي 1، بي 6، لازم دائما يشتغل على حاله، يركز، يتأكد إذا إيه ولا لا نازلين هالفيتامينات، أحسن ما يسببوا مشاكل صحية. طب هنا دكتور، أنت لما بيجيكم أي بيشن أو أي مريض بتقولوا له كل هذه الأمور، بتديله كل الفكرة هو إيش حيعيش ما بعد عملية الباي باس، لأنه في ناس بتعملها لمجرد التجميل والتزيين. لا، أول شغلة منخبرهم أنه شو ما عملنا الوزن عنده استعداد يرجع يروجع. أنا قلت أنه تقريباً 90% من الناس اللي بيعملوا باي باس بعد 10 سنين بدهم يرجع يروجعوا 30% من الأكل اللي الوزن اللي خسروه. صحيح. دونك الوزن عنده استعداد يرجع، مش حلم. ثاني شيء، إذا ما اشتغلوا على حالهم، ما انتبهوا على نظام الأكل تاعهم، ما عملوا رياضة، بيرجع وزن عن جديد. تبوا على الفيتامينات، وكمان فيهم عوارض سلبيه كمان، عم بيعملوا عمليه جراحيه. صحيح. ممكن يكون في حيله نزيف، فتحت بالمعده، التهابات، يعني لازم يكونوا واعيين. صحيح. طيب معلش، بس انا اجد نفسي حائر لما افكر واقول لو كان وزني زايد ايش بختار من منيو العمليات اللي موجود في اي مستشفى. يعني في عندك بالون، قص، تغيير مسار، باي باس، اشياء كثيره جدا. كيف اقرر ايش يصلح لي؟ سهل كثير، كثير سهل. كل انسان عنده الكتله بين 27 و30 ل 35 ممكن يعمل بالون. 35 ايش عفوا؟
الكتلة، يعني بنقسم الوزن على الطول مرتين بيعطينا رقم، هي اللي بنسميها كتلة السمنة. بس يكون عندنا بين 27 و 35 ما بحاجة نعمل عملية جراحية. من 35 فوق ال 35 إذا عندنا السكري ممكن نعمل تحويل مسار. من 35 إذا عندنا مشاكل ضغط، إذا عندنا مشاكل له علاقة مع السمنة، ممكن نعمل عملية من 35 وطالع، ممكن يكون قص المعدة. نعم. إذن هي عملية إنقاذية، ما هي عملية تجميلية؟ لا، إنقاذية أكيد، ما لازم تكون تجميلية. حلو. في شيء بشكل سريع اللي هو تطبيق المعدة، هذا شيء سمعته. عملية جديدة بلشوا فيها ببلجيكا. من نتوي المعدة على بعضها، من تحت المعدة لتقريبا 3 ربع المعدة من فوق، بنخلي بهالطريقة نخلي الإنسان يحس حاله شبعان بسرعة. حلو. نحن بلشنا عملها تقريبا من 4 أشهر، بس بعد الدراسات الجديدة ما بنعرف مع الوقت تفتح الختان وما بتفتح، بس تقريبا لهلا. بس هي تقريبا يعني شيء يمكن اسلم من انه نقص او نغير. اي بس بعدني بقول انه هذا للناس اللي ما بحاجه، اللي عندهم كتله تحت ال40. اوكي. اللي فوق ال40 يكون مهدد بالخطر اذا كان عنده سكري او كان عنده مشكله، فانتوا بتسووا اجراء فوري صح. للموضوع. كل انسان فوق ال40 الاحسن علاج له هو رح يكون جراحه اكيد. طيب انت قاعد تتكلم من اول ما بدانا اللقاء، يعني مشكورا دكتور بشكل جدا متخصص، بشكل جدا طبي، لكن لو كان في نصيحه مصاحبه لنصيحه الجراحه تكون مختصه بالموضوع السلوكي في عاداتنا في الاكل، بايش ممكن تنصحنا؟ نزور طبيب يغير عاداتنا، طبيب اختصاصي تغذيه، ايش نسوي؟ اول شيء لازم يكون لازم الانسان يتابع مع حكيم تغذيه 6 اشهر قبل ما نتاكد اذا ايه ولا لا. قبل العملية. قبل العملية. مش كل إنسان بيجي دغري بنان حتى لو الكتلة تاعته فوق 40 لازم يشوف حكيم نفساني لنشوف إذا في إذا نفسيته هي سبب الأكل عم بيأكله وهي سبب السمنة تاعته، نعالج الستريس المشاكل النفسية كمان نكون عندنا كنترول على نوع الأكل بدنا نأكله. في ناس بيأكلوا لو مش جوعانين يأكل التسلية لا يتسلى، او بيكون معصب او بيكون مش مبسوط، نفسيته تعبانه، بفش خلقه بالاكل عشان الاكل بتاعتي لذه. صحيح. بيفتش على اللذة، يرفع الدوبامين. صح. يعني انا اول حاجه ابغى اشكرك في نهايه لقائنا معك دكتور، لانك كنت فعلا شفاف وتكلمت عن المخاطر، رغم انه بعض الدكاتره بيتاجروا في هذا. صح. الموضوع بالعكس وبيعملوها دعايه انه تعالوا اعمل لكم اي العمليه اللي انتم تبغوها. بس الحكيم بتمبولة دائما، انا الحكيم هو محامي تاع المريض، بده يحمي نسبه الصحه وبده يعطي. صح. يعني هو في الآخر التغيير المسار يكون تغيير مسار أفكارنا للأفضل وللأحسن. هيدي السبب. شكرا لك. شكرا لك دكتور.